TWNFM 91.2. والله كأي مواطن تونسي طبعا كنا فوجئنا بهالحادثة هذه. كنا نتوقع أنه الأمن متماسك أكثر وأنه مثل العمليات هذه الإجرامية ونجم نسميها حتى إرهابية ما عادش تصير في تونس للأسف. دائما وابن لازم فما خلالات، لازم فما شوية إخفال، لكن يبدو أن العملية هذه كانت جاهزة، مرتبين لها، مخطين لها عنده مدة، ما هيش عملية عشوائية. ونتوقع وأنه التداعيات نتاعها مش تكون كبيرة، تجم تكون سلبية، خاصة وأنه الانتظارات الآن كلها موجهة على الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة. عديد الملفات الحارقة المطروحة على السلطة السياسية تنجم ربما تأثر سلبا على المسائل هذه. إن شاء الله لا، هو من الأكيد أن الحكومة في برمجة الزيارة متاحة لصفاقس وعندها العلم أنه يعني عندها مدة تحضر للزيارة هذه، وبالتالي البرامج والأشياء والقرارات اللي كان المفروض يقع الإعلان عليها في صفاقس ما كانتش مرتبطة بالحادثة هذه. الحادثة هذه ربما وخرت شوية الزيارة لأسباب أمنية، لأسباب تحقيق، لحتى ما تصير الشوشرة زاد على التحقيق اللي صاير تو في صفاقس إثر هذه الحادثة الشنيعة.